بالنسبة ل يعني للوضع الاقتصادي اللي حصل الآن والأشياء اللي صارت غالية علينا، فطبعا الراتب ما صار بيغطي زي أول، فاضطريت إلى إني أشتغل، وفي أشياء كثيرة دخلت علينا يعني، وفي أشياء تطورت المملكة، انفتحت المملكة، هذا زاد برضو عبء على الأسرة من ناحية إنه ترفيه الأولاد وش اللي يحتاجون الأولاد، وكل أب وأم ما ودهم يكسرون خاطر أولادهم بأي شيء، فيضطرون إنهم يوفرون الشيء هذا لهم لو عن طريق حساب صحتهم إنهم يشتغلون طول اليوم.